في من ما دام نقدر كده ليه ما كانش ده ظاهر من زمان؟ شوف، هو ده دور الاعلام، ده الدور الاعلامي الايجابي، دور الاعلام الرياضي الايجابي. لانه لو كنا سكتنا، لو كان الاعلام الرياضي وشاشات الاعلام الرياضي والمحللين اللي بينقدوا نقد ايجابي سكتوا ومجرد الدعم وخلاص، ما كانش في نقد ايجابي في كل السلبيات اللي كانت موجوده، ما كانش حصل التغيير ده. كان في دور كبير جدا لكل الاعلام الرياضي، لكل المحللين الرياضيين في مصر، للجمهور ورايه على السوشيال ميديا كان واصل. طبعا كان واصل بشكل كبير جدا جدا. معالي وزير الشباب والرياضه والاستاذ جمال علام كان لهم دور كبير جدا جدا في نقل الصوره، صوره الاعلام الرياضي والشارع الرياضي المصري الغاضب جدا جدا عن كل السلبيات اللي كانت موجوده. مما لا شك فيه لازم نتحول احنا كمان 180 درجه من نقد ايجابي ل كمان لاشاده بالمنتخب القومي والجهاز الفني بقياده مستر كروش، لانه تحول بنسبه 180 درجه زي ما تفضلت قلت يا احمد. الحقيقه يعني كل السلبيات اللي كنا بنتكلم فيها قبل مباراه كوت ديفوار تحديدا كلها تقريبا كلها اتعدلت واتبدلت. في ماتش السودان كسبنا السودان وغينيا بيساو، لكن كان لسه نفس الاخطاء، كان لسه نفس الاختيارات في التشكيل، نفس التوظيف الخاطئ، نفس اداره المباراه الخاطئه، كل حاجه كانت ماشيه بصوره سلبيه جدا جدا، وكانت اخطاء موجوده بنسبه 180% او 200% كمان. عايز اقول ان هذا التغيير نتيجه انه في ناس في محللين في مصر بشكل جيد، في اعلام رياضي شايف مصلحه المنتخب وبيدعمه بشكل ايجابي جدا جدا. وهو ده دور الاعلام احمد اللي بنتكلم عنه، انه لما بتنتقد حاجه بتنتقدها للصالح العام وليس لمجرد النقد في شخص بعينه. انا شايف ان كان في دور مهم جدا جدا فعلا للمحللين والنقد الرياضي او الاعلام الرياضي الفتره اللي فاتت، كان في دور لمعالي وزير الشباب والرياضه، كان في دور للجهاز الفني في نقل الصوره السليمه لمستر كروش. واعتقد ان هذا التغيير اللي تم كان ليه دور كبير جدا جدا في هذه الصوره الواضحه لاداء منتخب مصر. هذا بالاضافه بقى لانه اداء المنتخب القومي بقياده كل اللاعبين، عايز اقول محمد صلاح على راس اللاعبين، وكل لاعبي منتخب مصر الحقيقه سواء الاساسيين او اللي بيشاركوا كاحتياطي، اعتقد ان هم الحقيقه يستحقوا الاشاده بنسبه 100%. نجوم المنتخب من وجهه نظرك في الماتشين دول الكل، يعني انا مش هقول لك في واحد بعينه، ولكن الحقيقه جميع اللاعبين بلا استثناء شفنا تحول كامل احمد في كل حاجه. يعني اداء الروح القتاليه العاليه جدا جدا اللي شفناها في المباراتين دول، دي روح منتخب مصر، دي شخصيه منتخب مصر. بالاضافه بقى لاداء بدني عالي جدا جدا ما شفناهوش في كل المباريات اللي فاتت من وقت مباريات ليبيا. اداء فني، اداء ذهني، الحقيقه في خوف وحرص على كل اللاعبين سواء اللي بيشاركوا بشكل اساسي او على دكه البدلاء، انه منتخب مصر وشخصيه منتخب مصر لازم تعود. هي دي اللي بتدي البطوله، وهي دي شخصيه منتخب مصر اللي كنا مفتقدينها، وهو ده اللي احنا محتاجينه من مستر كروش، لا اكثر ولا اقل. احنا مش عايزين اكتر من كده. اداره فنيه داخل المباراه، انا شايف انه حتى على مستوى اداره المباراه، فاكر لما اتكلمنا انه بس مش اختيارات وتوظيف